إن الحسنات يذهبن السيئات، كما ذكرنا في حلقات ماضية. لذا البعض يستغرب يقول شنو معنى أنه إذا واحد بكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله يغفر له ذنوبه؟ الجواب نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. البكاء على الإمام الحسين حسنة، بل من أفضل الحسنات والقربات. إن الحسنات يذهبن السيئات.